أرحب بالحاضرين من أبناء موزع المتوافدين من كل حدب وصوب إلى موقف الشرف والكرامة والإباء والوفاء. وإنني باسم مديرية موزع نرحب ترحيبا حارا بوصول قوات المقاومة الوطنية إلى مديرية موزع. وإننا إذ نستقبل هذه القوات لنؤكد أننا في خندق واحد وفي شراكة مبنية على الثقة تجمعنا معركة واحدة هي استعادة كل جزء وكل شبر من أراضي الوطن الحبيب من الميليشيات الكهنوتية. وإننا في هذا الموقف لنؤكد أننا في أتم الجاهزية والاستعداد لرفض الجبهة بالمقاتلين والسلاح والعتاد حتى يتحقق النصر المؤزر بإذن الله. كما أننا نوجه دعوة ومناشدة للقوات المشتركة لاستكمال تحرير محافظة تعز، وإن أبناء موزع سيكونون في مقدمة الصفوف. ونؤكد على أن أبناء موزع جزء لا يتجزأ من المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح. بالروح بالدم دائما. إنهم أبناء مديرية موزع ممتثلين لتوجيهات قائد المقاومة الوطنية ومستعدين لتقديم التضحيات في سبيل الوطن. وفي الأخير لا نغفل عن زيارة القائد العميد طارق محمد عبد الله صالح لمديرية موزع، والتي حملت تعبيرا صادقا عن مشاعره تجاه هذه المديرية التي بدورها تبادله نفس المشاعر. فيه يحق لك الفخار ويلبق كرم وإقدام ومجد معرق. يا موزع هل تأذنين لشاعر في أفقك العالي يطير يحلق ويعانق الشمسين ذي زمنية طلت وذي من وجه طارق تشرق نسل لخير أصول يحصب ينتمي بفروعه كأصوله نستوثق ضيف وليس بضيف لكنه أخ نبض له في كل نبض يخفق. حر كريم من كرام مكارم بسوى المحامد قط لم يتخلق كثر، ولكني جعلت لعزهم بل واليمانيين رمزا يعلق ذاك الزعيم الرمز أشرف قائد أهل الإباء بثوبه يتعلق. سفر بسفر المجد فواح ألا بزكي تاريخ سيبقى يعبق. حرية يمنية ضواعة تشتم تبقى بل تحب وتعشق. يا طارق البسلاء هذه موزع فبها يشد الظهر يقوى المرفق. قادت بأبناها ولا زالت تقود بهم لأجل الأرض ذي تتصدق بكم ترحب أهلها بقلوبهم وبها تضمكم أخا وتعانق. قد فاخرت بكم ولا زالت وقد سمقت بكم وعلى الثريا تسمق أنتم وكل مقاوم. يا مرحبا ما دام في الأبدان قلب يخفق. فيها كتائب لا يشق غبارها الفرد منهم في الكتيبة فيلق. يا طارق البسلاء إنك صورة أصلية من عمكم تتألق. من بعده أنت الزعيم أطارق آمالنا حقا بكم تتحقق. لا نرتضي بدلا بكم لا والذي سمك السماء ويخلقن ويرزق. فبموزع استوصي خيرا إنها خط دفاعي مهم يرمق. هذه تحيتها لكم من أهلها كالموج بالحب الوفي تتدفق.